الحمد لله الحمد لله بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي معاشر المسلمين والمسلمات، بangun بangun بangun. Sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Ya والذي ذي أحلام وذكر الله بقلبه ولسانه وقال لا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإسلام والإيمان الكاملين جاء
وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا وَعَنْ بَابِكَ فَلَا تَطْرُدْنَا يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا برحمتك الواسعة بجاهك يا الله بجاه سيدنا بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجاه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بجاه سيدنا علي كرم الله وجهه وعن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور معاشر المسلمين والمسلمات بنون
bangun, bangun. Sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Ya sa'adat man qama min manami walladhi zi ahlami wa zakara Allah bi qalbihi. وقال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya arhamar rahimin. Irhamna ya irhamna ya arhamar rahimin. Arhamna wa'afina wa'fu وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإسلام والإيمان الكاملين جمعا توفنا. وأن وعن بابك فلا تقردنا يا واسع المغفرة يا برحمتك الواسعة بجاهك يا الله بجاه سيدنا محمد بجاه سيدنا أبي بكر الصديق
radhiyallahu anhu. بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بجاه سيدنا عثمان بن رضي الله عنه، بجاه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعن كل صحابة رسول الحمد لله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. معاشر المسلمين والمسلمات، بangun بangun بangun. Sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Ya sa'adat man qama min manami walladhi أحلامي وذكر الله بقلبه ولسانه وقال لا
Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإسلام والإيمان الكاملين جمعا توفنا وأن وعن بابك فلا تطردنا يا واسع المغفرة يا برحمتك الواسعة بجاهك يا الله بجاه سيدنا محمد بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجاه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بجاه سيدنا علي كرم الله وجهه وعن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. معاشر المسلمين والمسلمات، بangun بangun بangun. Sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Mari kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Ya والذي ذي أحلام وذكر الله بقلبه ولسانه وقال لا يا حي
برحمتك الواسعة بجاهك يا كرم الله